صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم جوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم، وبنبتديها على طول مع ابرز العناوين من جريده الاهرام وملف سد النهضه، ويعني المستجدات بشان التفاوض حول ملف السد. من جريده الاهرام في الصفحه الاولى هذه العناوين: خلال اجتماعه مع رئيس جمهوريه جنوب السودان وزير الري يرفض مزاعم اثيوبيا حول كهرباء سد النهضه. وبعض تفاصيل هذا الخبر بتقول: رفض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري خلال اجتماعه مع سالفا كير رئيس جمهوريه جنوب السودان في جوبا امس الادعاءات الاثيوبيه بان سد النهضه سيوفر الكهرباء لاثيوبيا والدول المجاوره لها، مشيرا الى تناقض تصريحات المسؤولين الاثيوبيين الذين يتحدثون عن اهميه السد في توفير الكهرباء للشعب الاثيوبي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومه الاثيوبيه لتصديرها للخارج. واكد عبد العاطي لرئيس جنوب السودان أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. دائما طبعا ما تؤكد مصر على حقها في مياه النيل وأنها مسألة حياة، إذا كانت تحترم حق أثيوبيا في بناء السد والتنمية فهي بالطبع مياه النيل بالنسبة لمصر هي مسألة حياة. وبنروح لعدد من الأخبار الأخرى أيضا في جريدة الأهرام، بنتكلم عن الملف الاقتصادي وحياة المواطنين أو مستوى معيشة المواطنين. من جريدة الأهرام الصفحة الأولى: مبادرات حكومية لتحسين حياة المواطنين، معيط 20% خفض في الدين وتراجع معدلات العجز والبطالة. وبعض تفاصيل هذا الخبر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسن خلال العام المالي الحالي نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية المالية التي تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابي بمعدل 2.8% من الناتج المحلي وفائض أولي 1.1% وخفض العجز الكلي إلى 7.7% برغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا وأيضا تلبية احتياجات قطاع الصحة في مواجهة الجائحة وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير وأيضا تلبية احتياجات أجهزة الموازنة. وصرح الوزير خلال المشاركة في المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر الفيديو كونفرنس أننا نستهدف بشكل أساسي إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من أفضل الدول في خفض معدلات الدين المحلي. مزيد من التعقيب والتوضيح حول هذا الموضوع معنا دكتور علي مسعود أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف. دكتور علي صباح الخير، ويعني كيف تابعت تصريحات وزير المالية حول معدلات خفض الدين وأيضا تحسن حياة المواطنين مستوى معيشة المواطنين في يعني الفترة القادمة؟ صباح النور يا سالم. طيب، هو في نقطة مهمة جدا انه الاصلاحات الاقتصادية اللي اتخذتها الدولة المصرية في اطار برنامج المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو المرحلة اللي تم الانتهاء منها بنجاح شادد به كل المؤسسات الدولية، كانت مستهدفة عدد من الأمور عشان نحقق استقرار اقتصادي واستدامة واستدامة الدين كان لابد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تخفيض العجز في الموازنة، وتم فعلا تخفيض العجز في الموازنة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي. ومسألة إنه الدين في مصر يبقى مستدام أو لا فدي مسألة مفروغ منها، ما زال الآن مستويات الدين مرتفعة ولكن ما وصلتش لمرحلة الخطورة. الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة الدين أو ارتفاع معدلات الدين دي إجراءات ما زالت الآن إجراءات متبعة في كثير من الدول وكان ليها نتائج كويسة جدا. فيما يتعلق بالجانب الآخر اللي متعلق بالمواطنين ورفع مستوى معيشة المواطنين، بكل تأكيد البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي طبقته الحكومة المصرية
الجمهورية كان منذ البداية بتوجهات من القيادة السياسية أن يكون له بعد اجتماعي وأن يتم الوقوف ومساندة المواطنين المصريين محدودي الدخل أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي. شفنا ده في عدد من المبادرات والبرامج اللي تبنتها الدولة منها تكافل وكرامة. وده معاك الحقيقة يمكن في موازنة 2021-2022 هنلاقي انه النصيب تكافل وكرامة ارتفع في موازنة 2021 ليصل الى 20 مليار جنيه يغطي حوالي 3.6 مليون نسمة او مليون اسرة. دي حاجة. الحاجة الثانية هنلاقي الدعم الموجه للسلع الثمانية وخصوصا رغيف الخبز الاجمالي حوالي 87 مليار جنيه منهم 50 مليار بس لدعم رغيف الخبز. في رقم مهم جدا لانه متعلق بتوجه الدولة في بناء الانسان المصري. هنلاقي انه الدولة المصرية خصصت حوالي 7 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة. وبالتالي اللي بيحدث حاليا هو ترجمة لتوجهات الدولة المصرية وتعليمات القيادة السياسية بتنفذها الحكومة على أن تنتهي بتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالملف المالي والضبط المالي اللي بتقوم حقيقة وزارة المالية باتباع مجموعة من الإجراءات السياسية في غاية الأهمية في الفترة الحالية. صحيح. دكتور علي مسعود أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وبنروح لخبر آخر وفي جريدة الجمهورية في الصفحة الأولى هذه العناوين. في ختام الدورة 13 للجنة المصرية الروسية تعزيز التعاون بين البلدين في الطاقة والاتصالات والصناعة والتجارة وأيضا تبادل الوفود والخبرات وزيادة المعارض والسلع المصرية للسوق الروسية. وخلينا نتابع معاكم بعض تفاصيل هذا الخبر أيضا موجودة التفاصيل في الصفحة الثالثة لجريدة الجمهورية بتتحدث عن التعاون المصري الروسي ونتائج إيجابية للجنة المصرية الروسية في موسكو. أكد محضر اجتماع الدورة 13 للجنة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني الاتفاق على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزراعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة وأيضا التعاون الثقافي والتي ترأسها اجتماعات هذه اللجنة عن الجانب المصري نبيل جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة. وأشارت جامع إلى تأكيد الجانبين استعدادهما لبذل الجهود لتنفيذ اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقع خلال أكتوبر 2018 وأيضا الاتفاقيات الخاصة بتعميق العلاقات الثنائية ذات المصلحة المتبادلة. يعني مزيد أيضا في هذا الملف العلاقات المصرية الروسية والتعاون بين البلدين موجود في جريدة الجمهورية بالتفاصيل في الصفحة الثالثة. خلينا نروح معاكم للوضع بالنسبة لانتشار فيروس كورونا والجديد في هذا الملف بنتناوله من جريدة المصري اليوم في الصفحة الأولى من خلال هذه العناوين. مصر تتجاوز المنحنى الوبائي من الموجة الثالثة لكورونا. دراسة الفيروس بدأ في الصين قبل شهرين من تسجيل أول حالة. ويعني هنروح سريعا لبعض التفاصيل الخاصة بهذا الخبر. أكدت وزارة الصحة أن مصر تجاوزت قمة المنحنى الوبائي للموجة الثالثة من فيروس كورونا نتيجة وعي المواطنين وأيضا التلقيح. وأشارت إلى أنها تتابع وترصد الوضع الوبائي على مدار الساعة نافية ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحصول على جرعة ثالثة من لقاح سينوفارم كجرعة تنشيطية. ويعني في أيضا مزيد من التفاصيل في الخبر لكن خلينا نروح لتعقيب مع دكتور محمد المنيسي أستاذ البطنة والجهاز الهضمي. دكتور محمد صباح الخير أهلا بحضرتك معنا. صباح النور. أهلا وسهلا.
دكتور محمد، يعني حضرتك بتقيم ازاي وضع انتشار فيروس كورونا في مصر الان؟ الحقيقه احنا بنتكلم عن تجاوز المنحنى الوبائي من الموجه الثالثه لكورونا، يعني المدى الزمني لانتهاء هذه الجائحه في مصر من وجهه نظر حضرتك ووفقا للبيانات اللي بتعلن من وزاره الصحه عن انخفاض اعداد الاصابات او الوفيات، يقدر بقد ايه؟ الحقيقه من الواضح ان التعامل مع هذه الازمه منذ البدايه كان محسوب ودقيق وعظيم واداره حكيمه جدا في اداره الازمه، وهو ده اللي وصلنا الى النتائج الحاليه. احنا حينما بدانا الازمه كنا من اوائل الدول اللي بتصنع دواء الريمديسيفير اللي تعطاه الرئيس الولايات المتحده السابق دونالد ترامب في حال اصابته. قمنا بتوفير كل الأدوية، الأماكن، الرعايات المركزة، كل هذا الأمر، وكنا من أوائل الدول يعني بنطالب بالتطعيم، ودخلنا في حملات التطعيم، وأدائنا كان عظيم جدا الحقيقة، وأدائنا حتى مع الغلق كان محسوب تماما، ولم تظهر عندنا مشاكل زي ما حصلت في أماكن كثيرة من دول العالم الأول زي إيطاليا، زي أسبانيا، زي الهند، واحنا كنا من الدول اللي بتصدر دواء الريمديسيفير لاهم مصنع للمواد الخام اللي هي الهند الحقيقه. فكان الاداء عظيم جدا جدا جدا. النهارده احنا واحنا القرارات وزاره الصحه امس في السماح بالدخول للناس اللي واخده التطعيم، على فكره كل دول العالم ستبدا في هذا الحزم، لكن احنا كنا من اوائل الدول، كنا سباقين لان كان عندنا اداره حكيمه وناس قائمين على هذا الحدث بشكل عظيم ومحسوب ودقيق الحقيقه. فالاداء الحقيقه نزول الجائحه الموجه الثالثه، السيطرة عليها الحقيقة كان عظيم جدا، ونتمنى زوال هذا المرض. طبعا زوال هذا المرض من العالم لن يأتي إلا بتطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية، 70% من سكان الكرة الأرضية وليس مكان واحد أو مكانين في العالم، لن يتأتى بذلك. لكن في حال وجود التطعيم طبعا هنقلل انتقال العدوى والمرض بشكل عظيم. التطعيمات هي اللي قضت على الأمراض الوبائية على مر التاريخ. صحيح. إذا دكتور محمد، هل من الممكن توقع توقيت معين هتنتهي هذه الجائحة بالنسبة للعالم، وبنتكلم أيضا عن مصر بالنسبة لانتشار الجائحة؟ في حال تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية نستطيع أن نقول أن المرض لم يصبح مرض بهذه الطراوة أو انتهى أمره، لأن 70% من التطعيم هيقضي على هذه الجائحة. التطعيمات على مر التاريخ هي اللي قضت على الجدري، هي اللي قضت على الحصبة، على شلل الأطفال، بالرغم من وجود بؤر في العالم وللأسف في الهند اللي بيها بؤر شلل الأطفال، ما زال عندهم تيفود، ما زال عندهم بؤر صغيرة من الكوليرا، لكن التطعيمات سيطرت على العالم كله بالرغم من استمرار بعض البؤر في أماكن قصيرة من العالم، صغيرة من العالم، ولا تنتشر خارج هذا العالم، ولا تنتشر خارج هذه البؤر الصغيرة. صحيح. ننتظر ان شاء الله انتهاء هذه الجائحة سواء في مصر او بالنسبة للعالم اجمع والبشرية كلها قريبا ان شاء الله. دكتور محمد المنيسي، استاذ البطنة والجهاز الهضمي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. لسه بنتكلم عن ملف الصحة، ولكن من ناحية اخرى اضافة تخصصات جديدة للزمالة المصرية في كلية الطب، من جريدة اخبار اليوم الصفحة الخامسة هذا العنوان: اضافة تخصصات زراعة الكلى والنخاع للزمالة المصرية. وبعض تفاصيل هذا الخبر سريعا بتقول في جريدة
أخبار اليوم. عقدت دكتور هالة زايد وزيرة الصحة اجتماع لمتابعة البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية، وأوضح دكتور خالد مجاهد والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزيرة استمعت إلى تقرير مفصل من اللجنة العليا للتخصصات الطبية لتوزيع متدربي الزمالة بالمستشفيات وفقا للمعايير المحددة ومؤشرات التقييم والمتابعة للعملية التدريبية، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة للمستشفيات غير المعتمدة في التخصصات الطبية المختلفة للإسراع في اعتمادها ضمن برنامج الزمالة المصرية. وأضاف أن الوزيرة وجهت باستحداث تخصصات زراعة الكلى الكبد والنخاع ببرنامج الزمالة المصرية لتلبية احتياجات المرضى في هذه التخصصات الدقيقة. كما وجهت بضرورة تعزيز التعاون بين الزمالة المصرية والمركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض. بنروح معاكم لجريدة الأهرام الصفحة الأولى وملف سد نهضة مرة أخرى. شكري يبحث مع نظيره الصيني ملف السد. من تفاصيل هذا الخبر، بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا أمس مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي أوجه العلاقات الثنائية والدفع قدما بكافة مجالات التعاون. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية بأن الاتصال تطرق للتنسيق القائم بين البلدين بشأن التعامل مع جائحة كورونا وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر. وتم أيضا التطرق إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المقبلة إلى القاهرة، بالإضافة إلى الحديث بشكل مطول ومعمق حول ملف سد النهضة الأثيوبي من كافة الجوانب والأبعاد. نروح معاكم لجريدة المصري اليوم الصفحة الأولى والشأن الليبي، بنتابعه من خلال هذه العناوين. ضغوط دولية لسحب القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري، اجتماعات لوضع قاعدة دستورية للانتخابات. وخلينا نتابع أيضا بعض التفاصيل عن هذا الموضوع. دعا قادة الاتحاد الأوروبي أمس إلى سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري، معتبرين أن الحوار هو الحل الأمثل إنهاء النزاع بين الأطراف الليبية. وأكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع القادة الأوروبيين حول العلاقات الخارجية إلى أهمية لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وضرورة إجراء الانتخابات المتفق عليها بخارطة الطريق في ديسمبر المقبل، وأن تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع. وأعرب المجتمعون عن أملهم في أن يتقدم الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني. للمزيد أيضا من التوضيح معنا أستاذ سيد هاني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي. أستاذ سيد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير يا أستاذة آلاء، تحياتي لحضرتك ولفريق العمل بالبرنامج وللسادة المشاهدين. يعني أستاذ سيد، كيف تقيم هذه الضغوط؟ هذه المرة بنتحدث عن الدول الأوروبية لسحب القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري وتأثيرها وانعكاسها على الوضع في ليبيا في هذه المرحلة. بلا شك أن حل الأزمة الليبية وعودة الاستقرار إلى ليبيا يهم الدول الأوروبية بشكل رئيسي وأساسي. هناك ترسانة من قرارات مجلس الأمن تطالب بخروج القوات الأجنبية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشأن الأزمة الليبية. لعلنا نتذكر قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في مارس سنة 2011 مع بداية الأزمة الليبية، والذي يحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا أو بيع الأسلحة إلى ليبيا. صدرت بعد ذلك عدة قرارات، كان من أهمها القرار 222، القرار 2259، ثم القرار 2292 سنة لسنة 2016، ثم القرار 2357. ثم هناك عدد كبير جدا من قرارات مجلس الأمن بتحظر توريد الأسلحة وتطالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا. لعلنا نتذكر قرارات مؤتمر برلين 1 الذي عقد في 19 يناير 2020، والذي دعا إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية وحظر توريد الأسلحة والبدء في عملية سلمية. هذا القرار تم التأكيد عليه بقرار من مجلس الأمن
رقم 25/10 والذي أكد على ضرورة الحفاظ على سيادة وحدة الأراضي الليبية وسلامتها، وأكد على ضرورة خروج القوات الأجنبية. إذن فخروج القوات الأجنبية هو الخطوة الأولى نحو الحل الأزمة الليبية حتى يمكن إجراء انتخابات وفرض سيادة الحكومة الشرعية على كامل الأراضي الليبية. ولكن عندما نطالب بخروج القوات الأجنبية يجب أن نؤكد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية وليس هو قوات دولة دون دولة حتى يمكن التوصل إلى حل جذري للأزمة الليبية، وهو ما يسعى إليه ويؤكد عليه قادة الدول الأوروبية وقادة الدول المحبة للاستقرار في ليبيا. طيب، يعني أكيد في مزيد من المعلومات ويعني التفاصيل ممكن نطرحها في الشأن الليبي، لكن بنعتذر لحضرتك أستاذ سيد لضيق الوقت. أستاذ سيد هاني الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وعند هذا الملف مشاهدينا بنصل إلى نهاية هذه الجولة من عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم، مستمرين معاكم في هذا الصباح والحوارات والموضوعات الأخرى بعد الفاصل وأيضا موجز الأنباء.